تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل شاب وجرح عدد آخر إثر قصف من قبل أفراد داعش على مناطق في حي القصور في مدينة دير الزور. وعلى صعيد متصل وثق مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عملية إعدام جماعية نفذها أفراد تنظيم داعش الإرهابي بحق امرأتين ورجل في مدينة الميادين السورية التابعة لمحافظة دير الزور. سحب الوسيط الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا مبادرته المتعلقة بآلية التشاور حول الدستور السوري مؤقتا لإجراء تعديلات عليها وإعادة صياغتها لطرحها مجددا على طرفي التفاوض. جاء هذا في الوقت الذي تواصلت فيه في جنيف لليوم الثاني على التوالي المفاوضات السورية. قال قائد في الشرطة الاتحادية العراقية وشهود عيان إن مقاتلي داعش يزرعون ألغاما قرب أبواب المنازل في مدينة الموصل لمنع المدنيين من الرحيل، بينما تدخل حملة القوات العراقية على المتشددين المرحلة الأخيرة بعد 7 أشهر على بدء القتال. ويستخدم المتشددون بشكل متزايد مئات الآلاف من المدنيين الذين ما يزالون يقيمون في المنطقة الخاضعة لاحتلاله دروعا بشرية. صدت قوات الشرعية في اليمن هجمات ومحاولات تسلل للانقلابيين في البقع، بينما اختطف الانقلابيون 48 شخصا في محافظة شبوة. وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في عدن مسؤول الاغتيالات في تنظيم القاعدة متخفيا في زي نسائي. وتمكنت قوات الجيش الوطني في البقع شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين من التصدي لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي في منطقة صلاطح وجبال أم الغضب القريبة من سوق البقع. ذكر متحدث باسم رئاسة نيجيرية أن تلميذة نيجيرية أخرى ضمن مجموعة تعرف باسم فتيات شيبوك فرت من أسر جماعة بوكو حرام. وهذه أحدث فتاة تفر من بين نحو 270 فتاة خطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان أبريل من عام 2014 في بلدة شيبوك في شمال شرق نيجيريا. وأفرج المتشددون هذا الشهر عن 82 فتاة مقابل إطلاق سراح سجناء. قال باحثون أمريكيون إن احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافين منه انخفض بدرجة كبيرة بين متعافين تناولوا 57 جراما على الأقل من المكسرات أسبوعيا. الكمية التي تناولها المرضى تعادل نحو 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاجو، وهذه هي أحدث نتيجة بحثية تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات. نهاية الموجز، في أمان الله.